مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بحضراتكم، وهنذهب مع حضراتكم سريعا لجولة رياضية جديدة تتناول أهم وأبرز القضايا والموضوعات الرياضية في المقام الأول التي ترتبط بالنادي الأهلي، وأيضا على المستوى المحلي الأخبار المصرية ثم الإقليمية وأيضا الدولية. ونبدأ هذه الجولة الإخبارية مع حضراتكم بأهم وأبرز العناوين. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للقمة. عاشور وسعد جاهزان للزمالك. وعبد الحفيظ نخطط فنيا وإداريا لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أنا بيسعدني جدا أكون موجود كضيف على حضراتكم النهاردة، وفي مرحلة مهمة، مرحلة انتقالية بيتم فيها ترتيب الأوراق البيت الأهلاوي من الداخل مع مجلس الإدارة الجديد بقيادة الكابتن محمود الخطيب. إن شاء الله يكون عام 2018 اللي بنبدأه أو بدأناه منذ أيام بالفعل، عام بيحمل الكثير من الأخبار السارة لكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي على مستوى التطوير المتوقع والمستهدف إن شاء الله على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى قناة الأهلي، اللي بإذن الله هتشوفوها بشكل أفضل وأكثر تميزا بإذن الله في الفترة المقبلة. هنبدأ بتفاصيل كثيرة جدا مرتبطة بأهم وأبرز الأخبار الرياضية محليا وعربيا ودوليا. في عدد كبير من الأخبار طبعا المرتبطة بالنادي الأهلي في المقام الأول، بالفعل بنحتفل كلنا، وده هيكون له مساحة كبيرة من الحوار النهاردة مع زميلنا نجم كرة السلة السابق هيثم السعيد. كابتن هيثم هيستضيف نجوم وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق وأبرز نجوم الفريق بعد الفوز اللي أسعدنا جميعا بدوري المرتبط للمحترفين لكرة السلة، وإن شاء الله تستمر وتتزايد إنجازات النادي الأهلي على مستوى كرة القدم وعلى مستوى كافة اللعبات الأخرى. أيضا الاستعدادات الجارية على قدم وساق المباراة لديربي الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك غدا إن شاء الله، وبإذن الله تكون على مستوى الفريقين الكبيرين ويكون الفوز فيها حليف النادي الأهلي ويكون إضافة جديدة لمشواره وبطولاته وإنجازاته، لأن دي دايما مباراة بتعتبر بطولة خاصة لدى جماهير الكرة المصرية وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي في كل مكان. بيختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته عصر اليوم استعدادا للمواجهة المهمة غدا والمرتقبة أمام الزمالك في استاد القاهرة وعلى ملعب استاد القاهرة، وهي القمة رقم 115. وبيقرر الجهاز الفني طبعا الكتمان والسرية أن تحيط بهذا التدريب وبهذه الاستعدادات، تركيز اللاعبين، إبعادهم في هذه الساعات اللي تسبق اللقاء عن وسائل الإعلام وعن التغطية الإعلامية وعن الصحف الرياضية للحصول على أفضل ما لديهم في لقاء الغد إن شاء الله، وعشان يكونوا في أتم استعداد وعلى أعلى درجة من الجاهزية للتفوق على المنافس التقليدي والقطب الثاني للكرة المصرية فريق الزمالك، وإن شاء الله يتفوق الأهلي بتركيزه وإمكاناته والخبرات الموجودة في صفوفه وبين نجومه ولاعبيه ومع جهازه الفني بقيادة الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري كان بالفعل قرر دخول جميع اللاعبين في معسكر بأحد الفنادق على أن يختار قائمة الفريق النهائية اليوم. بيؤكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أن ثنائي الفريق حسام عاشور وسعد الدين سمير أصبحوا بالفعل جاهزين للقاء المرتقب غدا أمام فريق الزمالك في القمة 115، وأيضا أوضح أن الثنائي تعافى بشكل كبير وأصبح جاهز وتجاوز أو تخطى الإصابة بالفعل بعد مراحل العلاج والاستشفاء، وأصبح جاهز للمشاركة والاعتماد عليه، وهم من العناصر المهمة جدا سواء في خط الوسط حسام عاشور طبعا وفي الدفاع من أبرز وأهم مع عناصر الفريق سعد الدين سمير. ومن جانب آخر أكد طبيب الفريق غياب واحد من أيضا المدافعين المتميزين في النادي الأهلي محمد نجيب عن مباراة الزمالك غدا وكذلك عن مباراة المصري البورسعيدي في السوبر المصري والمرتقبة المباراة المرتقبة بين الفريقين الكبيرين الأهلي والمصري في الإمارات. ونبقى أيضا مع الاستعدادات والترتيبات على المستوى التنظيمي والإداري لاستضافة ملعب استاد القاهرة غدا لمباراة القمة رقم 115 بين الأهلي والزمالك.
الاتصالات جارية بين المسؤولين في النادي الأهلي، واتصل بالفعل وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي من خلال اتصال وتنسيق تم مع ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم على كافة التفاصيل والخطوط العريضة الخاصة بالاستعدادات للقاء القمة بين الأهلي والزمالك. وأبدى أيضا العميد مرجان تعاون الأهلي مع اتحاد الكرة والتنسيق على كافة المستويات في كافة المحافل والبطولات والمناسبات الرياضية المختلفة، وفيما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وفقا للوائح وبما يحفظ ويحافظ على حقوق النادي الأهلي. طبعا قدامنا جانب من التفاصيل ومن الاجتماعات اللي بتسبق هذه اللقاءات والمناسبات أو البطولات الرياضية المهمة، ومنها طبعا البطولة الخاصة اللي بنؤكد دايما أنها لها مكانة خاصة جدا عند جماهير النادي الأهلي وجماهير الزمالك وجماهير الكرة بشكل عام، مباراة القمة بين الفريقين الكبيرين الأهلي والزمالك. دايما الجمهور عايز يعرف جديد عن الصفقات، عن الإضافات اللي هتنضم لفريقه في الفترة الجاية، خاصة لما بيكون جمهور فريق زي الأهلي فريق مطالب دائما أبدا بحصد كل البطولات اللي بيشارك فيها أو بياخدها محليا وعربيا وإقليميا ودوليا أيضا. النادي الأهلي وجهازه الفني بيسعى لاختيار أو إضافة بعض العناصر اللي ممكن تكون مؤثرة وإضافة للعناصر المتميزة الموجودة في صفوف الفريق في هذه المرحلة أو خلال فترة الانتقالات الشتوية. وفي هذا الشأن أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن الجهاز الفني طلب بالفعل التعاقد مع 2 أو 3 لاعبين ليكونوا هم الإضافة الفنية للفريق في الفترة الجاية، وليكملوا أي أماكن فيها بالفعل احتياج لعنصر يضاف أو بديل هيكون على نفس مستوى اللاعب الأساسي في أي مركز من المراكز. وأضاف أيضا أن الأهلي عنده بدائل كثيرة ومتعددة في معظم مراكز الفريق وفي النسبة الأكبر من مراكز الفريق في على مستوى كرة القدم أو على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، وكافية للمشاركة وأنها يعني يمكن الاعتماد عليها في حجم المنافسات وعدد المباريات الكبيرة اللي بيخوضها الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على كافة المستويات محليا وقاريا، وبما يتيح الفرصة والوفرة أيضا للجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري أنه يكون عنده بدائل ويكون عنده أكثر من مستوى للاختيارات، وبيعتمد عليها أيضا في البدائل الفنية وفي تنويع خطة الأداء حسب مستوى المنافس وطريقة أدائه في المباريات المختلفة. وأضاف أن الأهلي بيمتلك مجموعة متميزة جدا من العناصر ومن أبرز عناصر الكرة المصرية، وأنه ما يحتاجه الفريق واللي بيحدده الكابتن حسام البدري لا يتجاوز في هذه المرحلة 3 عناصر. أضاف مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أن فيه اهتمام كبير جدا من مجلس الإدارة ومن لجنة الكرة بقيادة الكابتن محمود الخطيب بدعم الفريق وتقديم كل ما يطلبه الفريق في هذه المرحلة والتنسيق مع الجهاز الفني لتوفير كل الاحتياجات الخاصة بعودة التألق أفريقيا والعودة لحصد البطولات الأفريقية والعودة للفوز بدوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم في الفترة المقبلة، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالفريق فنيا ولوجستيا وإداريا وأي أيضا ارتباطات خاصة بمباريات أو استعدادات ودية للمباريات القادمة. وأضاف أن هناك وقت كافي جدا للاستعداد والتجهيز الفريق والارتقاء بمستوى الفني والبدني والوصول لأعلى درجة من الجاهزية، لأن الأهلي هيخوض جولة واحدة في دوري الأبطال في دور 32 من شهر مارس المقبل، ثم سيتم تأجيل باقي مشوار البطولة خلال فترة التوقف المصاحبة لنهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في روسيا، واللي بيشارك فيها بعد غياب لسنوات طويلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، وبنتمنى له طبعا الظهور بشكل طيب وتحقيق نتائج جيدة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم إن شاء الله.